أيوب الكعبي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 20. سنتابع هدف أيوب الكعبي، اللاعب ذاته أضاف الهدف الرابع قبل ما تم الشوط الأول بست دقائق على حدود الدقيقة 39. خلال الشوط الثاني البديل أيوب الكعبي أضاف الهدف الرابع، ثم البديل سفيان الرحمي ختم النتيجة بهدف سادس في الدقيقة 68. إذن 6-0 نتيجة عريضة للمنتخب الوطني أمام منتخب الكونغو برازافيل، أول انتصار يعني كبير منذ 2017، أيضا كانت في تصفية كأس العالم منذ الفوز على منتخب مالي 6-0 أيضا منتخب الوطني. هذه حصة أخرى عريضة في تصفية كأس العالم. أعود مع المحللين السي محمد.